حداد ليدخل في أجواء المنتخب المغربي أكثر. طبيعي بطبيعة الحال أنه لاعب يسجل بعد مباراة رسمية يسجل أول أهدافه مع المنتخب، أكيد بأنه يعطي دفعة معنوية، وكذلك الهدف يلخص ممكن الدور الذي كان يقوم به اللاعب. تعرفت على مستوى وسط الميدان، لاحظنا كيف استرجع الكرة ومن ثم الجري بالكرة استغلال المساحة وفتح اللاعب للاعب منير الحدادي الذي كان دائما ما ينعطف إلى الداخل من أجل أنه يفتح مساحة للاعب حكيمي. حكيمي في رأيي الشخصي كان من أبرز اللاعبين على مستوى هذا الشوط، صورة طبق الأصل ما يقدمه مع الإنتر. تبقى ممكن باللاعبين الآخرين في رأيي الشخصي أداؤهم مقول على أنهم غير كافي لحد الساعة. نتكلم على أسلوب كانت بداية يعني بناء من الخلف هادئ، ابتدى يرتفع ممكن النسق والإيقاع تدريجيا خاصة في 15 دقيقة الأخيرة، كانت فرصة ارتطمت بالقائم عن طريق اللاعب حكيمي، وهنا ممكن الفرصة الثانية الحقيقة استطاع من خلالها الحدادي يسجل أولى أهداف المنتخب الوطني وكذلك أولى أهدافه بقميص المنتخب الوطني. إذن أول أهداف الحدادي بقميص المنتخب المغربي، طبعا بداية للحدادي بشكل جيد، لكن تقييمك لشوط المباراة الأول بصفة عامة عزيز؟ الشوط الاول البدايه لازم تكون شيء ما متعطره، لان في اول مره هاد اللاعبين يلعبوا بعضهم البعض، لذلك فيفتقدون الانسجام واخذوا وقت شيئا ما طويل لكي يجدوا الاوتوماتيزمات ويجب تلك عمليه الربط ما بين الخطوط، لكن نجحوا في الربع ساعه الاخيره و20 دقيقه الاخيره. شفنا بعض التحركات خصوصا لافضل ثلاث لاعبين في المباراه وهما في الشوط الاول تعرابت وحكيمي و شيئا ما منير اللي حاول في مركز غير معتاد فيه، لان معتاد انه يلعب على الاطراف، لعب خلف نصيري لكن تحرك كثير واعطى السرعه شيئا ما في العمق. صحيح لم يجد المساحات، لكن عندما وجد المساحات سجل، وهذا جيد لمنير انه يسجل في المغرب امام الجمهور المغربي ويدخل في جو المنتخب المغربي. لكن صحيح ان المنتخب المغربي قادر على الافضل وقادر، لان هاد اللاعبين ولا واحد يلعب مستوى يلعب به في فريقه، لذلك طيب يعني قادر على الافضل يعني. نعم؟ لماذا لم يستطع خليل وزيتشي اخراج الافضل عند هؤلاء اللاعبين؟ لماذا؟ لان اولا الوقت غير كافي، وثانيا انه تغييرات كثيرة، كل مباراة يتم المنادات على بعض اللاعبين، استغناك على آخرين، عدم استقرار على التشكيل الرسمي، عدم أيضا البحث على طريقة لعب هوية المنتخب المغربي. أظن بأن لحد ساعة في هذا الشوط الأول شفنا بعض الأشياء صراحة، خصوصا من تعرابط من حكيمي. الآن بعض اللاعبين الآخرين لازم يرفعوا من مستواهم، برقوق، أملاح، أيضا على ما استفهام لماذا المنتخب الوطني لعب ثلاثة لاعبين في محور الدفاع أمام فريق ضعيف. يعني طريقة اللعب عندما كمان تلعب مقنعة، عندما تلعب ثلاث لاعبين في محور دفاع تضيع لاعب في الهجوم، تترك النصيري لوحده هو ومنير الحدادي. أظن لو كان هناك رحيمي معاهم في العمق لكن شفنا أكثر تأثير في الثلث الأخير، لكن هذا اختيار المدرب. لكن لناخذ الشيء الإيجابي هو في 20 دقيقة الأخيرة حدث الانسجام وحدث بعض الأشياء الجميلة اللي لازم أن نشوفها، تغيير الأجنحة من اليمين يسار. لكن أنا أرى بأن المنتخب إذا اكتمل الانسجام قادر على أكثر وأفضل أداء. ربيع، الشوط الثاني كيف سيكون الأداء توقعك؟ صراحة لا أدري، لكن أنا بالنسبة لي أرى أشياء أخرى من خلال ما شاهدته بالمنتخبات الأخرى. ماذا رأيت؟ رأيت أنه لا زال واحد لوزيتش يبحث عن التشكيلة الأساسي، لأنه بالنسبة للمنتخبات الأخرى التشكيلة الأساسي كان واضح بحكم أنه من بورتين لعبوا بتشكيل وتغير التشكيل تقريبا 80 أو 90% من الأساسي، سواء كانت بداية مباراة الأولى الجولة الخامسة بالاحتياطيين والمباراة الثانية باللاعبين الأساسيين، والعكس صحيح. بالنسبة لواحد لزويتش فقط نتكلم على تغيير المحمدي الذي عوض بونو، ثم فضال عوضه اللاعب نايف أجر، الباقي كلهم شاركوا في المباراة الماضية، وبالتالي أعتقد بأنه حتى على مستوى ممكن المجموعة الأخرى
لعبوا أربعة المجموعة اليوم لعبوا بثلاثة. لا أتكلم على العناصر، نتكلم على العناصر، يعني ممكن تلعب بطريقة مختلفة وتغير العناصر. تعربت ما أنا تقريبا بالنسبة اللي تعربت، بالنسبة اللي تعربت صحيح كان جبران، لكن اعتقد بان اللاعبين الاخرين كانوا متواجدين عكس المنتخبات الاخرى تقريبا لغيره 60 70%. طريقه لعب ممكن يجرب طريقه لعب انك تلعب الاربعه في الخلف تلعب ثلاثه في الخلف، لكن اعتقد بانه التشكيله الاساسيه بالنسبه له علي الزويت لا زال لم يجدها، ومن ثم ممكن حتى العناصر الاخرى ممكن لا تمام. تحظى بثقه المدرب وحده للوزيت، وهذه هي الاشكاليه، وخاصه بانه هذا هو اخر تجمع قبل التجمع الاخر اللي هو اهم تصفيات كأس العالم. تصفيات كأس العالم وأيضا للمشاركات التاريخية طبعا المنتخب القطري الذي يشارك في تصفيات أوروبا طبعا لمونديال قطر 2022 ويلعب مباريات أكثر من رائعة. الآن المنتخب القطري متعادل بهدف مقابل هدف مع جمهورية أيرلندا، طبعا المباراة مستمرة حتى الآن ومنقولة على بين سبورتس المفتوحة وطبعا القناة أيضا تو إنجليش. كابتن عزيز، تعادل حتى الآن المنتخب قطر تعادل مهم جدا، لان منتخب قطر قدم مستوى رائع جدا، وصحيح ارتكب بعض الاخطاء الدفاعيه، لكن من ناحيه المضمون اللعب فهو يسير في الطريق الصحيح، وهناك مشروع واضح، بصمه مدرب تكون واضحه. بالعوده الى منتخبنا، منتخبنا المغربي اظن من التغييرات عندما تغير أربع لاعبين وتغيير طريقة اللعب فهو كثير على الفريق للانسجام، كثير، وهذا كافي لكي تفقدك الانسجام. مش مفروض أنك تغير 11 لاعب، تغير أربعة وتغير طريقة اللعب. منير الحدادي كان يلعب على الطرف، اليوم يلعب كصانع لعب، كان رقم 10، إذا غير الطريق. الحكيمي كلعب كظهير، لعب ك ك ك الآن في الرواق الأيمن. زياش غير موجود، يعني هناك تغييرات مهمة، خصوصا أنا أظن بأن المنتخب المغربي لازم أنه خصوصا واحد أنه يدخل بعض اللاعبين الأساسيين في الشوط الثاني لكي يعود ذلك انسجام، ويشوف المنتخب المغربي ويطمئن على المنتخب في الشوط الثاني، خصوصا في ملعب جميل جدا، وان المنتخب المغربي ونتمنى يقدم صوره جميله أن يكون الشوط الثاني افضل ان شاء الله، يودع الجمهور. تمام كابتن عزيز، نتمنى ان يكون الشوط الثاني افضل واكثر السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.